تتميز العلاقات الألمانية التشادية منذ وقت طويل في مختلف مجالات التعاون الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، وخاصة تلك التي تتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب والتعليم والبحوث العلمية وتبادل الخبرات ودعم الحكم الرشيد والديمقراطية. وبهدف تعزيزها جاءت زيارة الدكتور جيرت مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني إلى البلاد. وتندير زيارة الوزير الألماني للبلاد ضمن سلسلة من الزيارات والتي قام بها الوزير في عدد من الدول الأفريقية. والتقى بعد ظهر اليوم بفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وتهدف زيارة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني إلى البلاد لمتابعة تعزيز سبل التعاون في شتى المجالات، خاصة التطور الكبير الذي تشهده العلاقات التشادية الألمانية على خلفية التفاهم الوثيق بين قيادتي البلدين، خاصة مع إدراك الجانب الألماني لأهمية التنسيق والتشاور مع البلاد فيما يتعلق بالكثير من التطورات التي لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأمن والاستقرار قارة الأوروبية. وتهدف زيارة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني إلى البلاد أيضا إلى تبادل أوجه النظر بين بلاده وتشاد، وخاصة تفعيل الاتفاقيات المبرمة في المجالات الاقتصادية والأمنية وأبرزها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في دول المجموعة الساحلية الخمس وعموم القارة الأفريقية. وخلال مقابلته لفخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، طرح الدكتور جيرت مولر عزم بلاده على توسيع نطاق الشركات الألمانية مع الدول الأفريقية، وقال إن لدينا علاقات خاصة ووثيقة في عدد من الدول الأفريقية وخاصة جمهورية تشاد، والتي تلعب دورا محوريا على النطاق الإقليمي وشبه الإقليمي، غير أنها تأوي الكثير من اللاجئين وتلعب دورا مهما أيضا في دول المجموعة الساحلية الخمس وتحارب الإرهاب والجريمة المنظمة بكل فروعها، ناهيك عن مساهمتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وثمن وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني دور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو السعي إلى إحلال السلام في دول المنطقة، مشيرا إلى الحكم الرشيد وحسن علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذلك دول الجوار، ناهيك عن تثبيت دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد في تشاد. وأكد أن بلاده تعتزم التحدث بصفة خاصة عن موضوعي منع نشوب الصراعات وحفظ السلام، باعتبار أن أفريقيا هي القارة التي تشهد أغلب النزاعات المسلحة في العالم. ومن المقرر أن يستكمل الدكتور جيرت مولر جولته الأفريقية خلال أيام.